على أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين، وعبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر نتواصل وتتواصل الانطلاقات الأشواط في مساء هذا اليوم. الشوط السابع الذي أعلنت قبل قليل انطلاقته للزمول المحليات الأصايل خاص بهذه الانطلاق، أول بداية الكيلو المتر الأول. مشاهدين الأعزاء التي تنطلق في هذه الأسماء نبحر في عمق الميدان مباشرة وننطلق مع المركز الأول، وهذا من يقود المشاركين صوغان من هجن رياسة يضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتقدم على المركز الأول، بينما النداوي على المركز الثاني أيضا من هجن الرياسة ومع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في هذا الانطلاق وهذا التواصل الشيق. نقله على المركز الثاني والمركز الثاني او المركز الثالث، مكيف ياتي في المركز الثالث، تعود ملكيته من هجن العاصفه يضمر غيات الهلالي ينطلق على المركز الثالث، بينما المركز الرابع يتواجد فيه العبار، تعود ملكيته من هجن رياسه يضمر احمد بن مطر بن مايد الذي ينطلق في هذه اللحظات في هذا الاندفاع الجميل، بينما نتواصل مع المركز الخامس. خامس المراكز في هذه اللحظات هملول لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضم رسهيل بن مبارك بن مرخان في هذا الانطلاق على خامس المراكز، بينما ياتي المركز السادس ويندفع في سادس المراكز في هذا الانطلاق، ويتواجد هنا الذيب لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضم عبد الله بن ثعيلب الهايري يتولى عملية تضميره وهو ينطلق على المركز السادس، بينما المركز السابع سابع المراكز هذا هو يتقدم سراب لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في المركز السابع. نشوف ثامن المراكز، والمركز الثامن هذا شعار هجن الرياسة على ظهر الشجاع يضمره اللي هو أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يتقدم على المركز الثامن، بينما المركز التاسع تاسع المراكز ويتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق من هجن العاصفة اللي هو شاهين من هجن ند الشبا يتقدم ويضمر سالم بسعيد اللي هو شاهين، نعم يتقدم في هذه اللحظات على المركز التاسع، بينما المركز العاشر وهذا العاشر اللي هو من الجانب الآخر لاسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمر عتيج بن سالم العرطي الحميري واسمه كساب. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، بعد ما أكملنا النداء الأول للعشرة المراكز في الشوط السابع مع الزمول المحليات الأصايل، نعود مرة ثانية إلى المراكز الأولى في هذه الشعارات وهذه الأسماء العملاقة والجميلة والكوكب الرباعية، ولكن الثلاثية بالشعار الأحمر شعار هجن الرياسة في هذه المؤسسة العملاقة القوية في عالم الأصالة في التحديات والناموس. نسير مع المركز الأول ويتقدم المشاركين النداوي، يسيطر على مقدم الشوط، بينما صوغان يلي في المركز الثاني يحمل لنا شعار هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري الذي يقود هجن الرياسة إلى هذا الموقع الحساس وإلى هذه الإنجازات العملاقة، بينما المركز الثالث يتقدم في ثالث المراكز وهذا هو العبار من هجن الرياسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيالي كذلك يقوده مضمرا، بينما ياتي في المركز الرابع ويتقدم هملول في المركز الرابع لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سهيل بن مبارك بن مرخان اللي يدير عملية تضميره والإشراف على انطلاقاته وهو في المركز الرابع.
المركز الخامس، تواجد الذيب في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. عبد الله بن ثعيلب الهايري يتولى عملية تضميره، بينما ياتي هنا ويتقدم في هذه اللحظات مشاهدي العزاء اللي هو مكيف، اللي هو مكيف مكيف في انطلاقاته، مكيف من هجن العاصفة. يضمر غياث الهلالي، يقود مكيف وهو في المركز السادس في هذه اللحظات. أما المركز السابع فوصل الشجاع من هجن الرياسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يقود في التضمير. المركز الثامن وصل في هذه اللحظة شاهين، شاهين من هجن ند الشبا يضمر سالم بن سعيد. بينما المركز التاسع، تاسع المراكز هناك، يتقدم في هذه اللحظات ويتواجد سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يضمر في هذه، يضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق والجميل. عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى المراكز الأولى، عودة إلى الانطلاقات والتحديات في هذا المسار الجميل. شوف الانطلاقات، النتائج لم تتغير من البداية هذا المسار وهذا التحدي الشيق في هذا الانطلاق. والسيطرة والتحديات لا زالت تحت أقدام النداوي. النداوي مسيطر على مقدمة الشوط، يحمل الشعار الأحمر شعار هجن الرياسة، يضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، يقود المجازف إلى هذا الموقع المرموق. المركز الثاني يتقدم في ثاني المراكز العبار أيضا من هجن الرياسة، يأتي أحمد بن مطر بن مايد الخيالي في عملية تضميره. والمركز الثالث هذا هو صوغان من هجن الرياسة، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يتولى عملية تضميره. بينما المركز الرابع، هاملول في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سهيل بن مبارك بن مرخان الكتبي. الأربع المراكز الأولى في هذا الاندفاع من البداية بهذا المسار وبهذا الانطلاق الشيق. نقل على المركز الخامس، ويتقدم في المركز الخامس الذيب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. عبد الله بن ثعيلب الهايري يقوده في التضمير، بينما ياتي شاهين، شاهين من هجن ند الشبا يضمر سالم بسعيد، يتقدم في هذه اللحظات على المركز السادس والمركز السابع. ياتينا في سابع المراكز هذا الشجاع من هجن الرياسه، احمد بن مطر بن مايد الخيالي يقوده في التضمير. هكذا مشاهدينا العزاء، هكذا الاسماء القويه المنطلقه في هذا الشوط، المندفعه مع التنافس ومع تحدي هذا المساء مع الزمول في شوطنا السابع. الزمول المحليات الأصايل التي تتنافس على ناموس هذا الشوط في الثمانية كيلومترات، وتحمل هذه الشعارات العملاقة، هذه المؤسسات العريقة في عالم الأصالة برفقة الأخوة المضمرين الباذلين كل جهود من أجل الناموس، من أجل هذه التحديات الجميل وبوابة العبور. بوابة العبور الاثنين كيلومتر، قطعنا ستة كيلومترات انتهت واثنين كيلومترات تبقت من الوصول إلى خط النهاية، وتقاربت الزمول من بعضها البعض، ستة من الزمول أو سبعة في موقع واحد قريبات من بعضهن. يدل هذا على التنافس وعلى تبادل المراكز، أن الشوط بيحمل تبادل المراكز والتحديات والتكتيك في مسار هذا الشوط وتحدياته. ولكن لا زالت
السيطرة تحت أقدام النداوي، النداوي على المركز الأول من هجن الرياسة، المجازف محمد بن عتيج بن زيتون، المهيري يقود مضمرا، يأتي مع شعار هجن الرياسة بهذه الانطلاقات. المركز الثاني، شوف اللي بدل، شوف اللي انطلق من الأرقام المتأخرة إلى المركز الثاني، الذيب، الذيب لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر عبد الله بن ثعيلب الهايري، بدأ ينطلق وحرك تحركات المنافسات والتحديات بينما شاهين، شاهين من هجن ند الشبا يضمر سالم بن سعيد يقوده في التضمير ويندفع على المركز الثالث. أما المركز الرابع فهذا العبار من هجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يقوده في التضمير، يا سلام مع دين لوحة الإعلان، لوحة الإعلان في هذا الانطلاق، 1200 ما تبقى من الوصول إلى خط النهاية في مسار هذا الشوط في الزمول المحليات الأصايل، يا سلام. ولا زال اللي يقود الزمول ويتحداهن النداوي، النداوي على المركز الأول، النداوي والذيب وشاهين، وكذلك اللي هو العبار، العبار وشاهين والذيب والنداوي، يا سلام يا سلام. الأربع المراكز الأولى، الأربع اللي بيكون بينهن التنافس والتحدي في 800 متر، الأخيرة والنداوي خلاص مسيطر على مقدمة الشوط حتى هذه اللحظات، الفوز ناوي النداوي، النداوي على الفوز ناوي، شعار هجن الرياسة، تألق جميل في بداية هذا الموسم لهذا المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري الذي ينطلق مع شعار هجن الرياسة مع هذه الانطلاقات والتحديات، يا سلام. هذا هو النداوي، انطلق انفرد بالمركز الأول، أعلن الفوز في هذا المساء وفي هذا الانطلاق مع النقطة الرابعة في هذا المساء أو النقطة الخامسة، ما شاء الله تبارك الله، مع شعار هجن الرياسة، الشعار الأحمر الغالي على قلوب الجميع والمحبين في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. تهانينا والناموس، تهانينا لهجن الرياسة على هذا الفوز، مشكور بوسعيد، مشكور محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة مع 200 متر الأخيرة في هذا المسار وهذه لحظات وصول النداوي، يعلن الفوز وناموس في هذا الاندفاع ويقرب من وصوله إلى الساحة الخضراء وخط النهاية ليعلن فيه الفوز النداوي. تهانينا لهجن الرياسة والتهنية لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري مضمر النداوي. بينما المركز الثاني نشوف وصول المركز الثاني العبار من هجن الرياسة، والمركز الثالث الذيب لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الرابع شاهين من هجن ند الشبا، والمركز الخامس وصل الشجاع من هجن الرياسة. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا مشاهدين متابعين الكرام، عشاق الأصالة في كل مكان، عودة مع أبو عدنان والتوقيت الزمني مشاهدين الأعزاء بالإعادة وفي الإعادة يا فادم للتوقيت بالحركة البطيئة. هذا هو على شاشة التلفزيون اللي هو النداوي في 13 دقيقة 22 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة والتهنية لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري بينما وصل في المركز الثاني. ثاني المراكز مشاهدينا الأعزاء اللي انطلق فيها من هجن الرياسة اللي وصل اللي هو العبار، انطلق في هذا الشوط على ثاني المراكز، بنشوف توقيته الزمني على شاشة التلفزيون في توقيت الزمن 13 دقيقة و32 ثانية بالوفاء والتمام من هجن الرياسة مع أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، بينما الذيب اللي وصل في المركز الثالث نشوف توقيت الزمني، هذا هو الذيب 13 دقيقة و33 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهني موصولة لعبد الله بن ثعيلب الهايري. هكذا تهانينا والناموس. أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعين الكرام في هذا التحدي المثير وفي هذا الانطلاق الرائع، انطلاق